مرضات؟ آسيا قالت لك إنها منيحة؟ إيه أمي قالت إنها منيحة كتير. كم مرة سألتيني من مبارح لليوم نفس السؤال؟ ليش أنت بتحكي إذا ما سألتك؟ هن كلمتين اللي طلعوا منك، كلمة آسيا منيحة والكلمة الثانية كل شي على حاله ما تغير. إيه لأنه ما تغير. شرحي لي شلون يعني؟ هدى مقضيتها نوم، آسيا عم تخدمها كل اليوم، هذا قصدي بما تغير. وإذا عندك فضول تعرفي أكتر روحي وشوفي بعيونك. كمان بدي أقلك أنت وهنيك طعمية لهدى كفين على خلقتها، خلي آسيا ترجع معك بيكون أحسن. صباح الخير. شو؟ كأنه الوضع متوتر. أمك حاملة هم آسيا ودايرة. صراحة أنا كمان مهموم، لازم نقوي قلبنا ونروح على بيت هدى خانه. إذا رحنا ابني هدى رح تجن وتعصب على آسيا أكتر وأكتر. أيمة افتح الباب. هربي زهرة خانم أحسن شي. بسألكن عنا ما بتقولوا غير كلمة منيحة، شو يعني بدكن روح وشوفها؟ اصحك عاصي بلاها أحسن. جيت. مرحبا. مرحبا. بدي شوف عاصي إذا ما في مانع. إيه أهلين، تفضلي ما تضلي على الباب. عاصي حضرتك بتكوني أم عاصي؟ إيه أنا أمه. رؤيا؟ عاصي ما تواخذني، اضطريت اجي على البيت لانه خطك كان مسكر. مو مشكله يا روحي، خير ما عملتي. شرفتي، اهلا وسهلا. اهلين خالته، مبسوطه بشوفتك. انا كمان انبسطت والله. الاتفاقيات الجديده جاهزه، بس بدنا توقيعك. شو سريعه؟ إذا استعجلنا فيهم كمان فينا نخلي الطرف الثاني يوقعهم اليوم. تكرمي. اتفاقيات؟ أكيد بعدك ما فطرتي. بنوب. هيك مو ماشي الحال، أول شي منفطر بعدين منوقع. أمي انتبهي، وقعدت تضحكي لي على الدرج. روحي من وشي، شيلي ايدك. شو مشتاق لك يا بنت؟ اصحك تلمسني او تقرب علي. اذا بتلمسني مره ثانيه بترك البيت وبمشي. ليش؟ انت مانك مرتي عم تنسي؟ كنت مرتك، بس هلا خدامه لهدى خانه. بتعرفي وليه؟ احمدي ربك انه هون ابني. ولا كنت بعرف منيح كيف ربيكي. فهمتي؟ أصلاً مو مطول ليجي هذا اليوم. كم شهر كله ومنلتقي أنا وياه. إيه انتبهي. يا الله ما في مين يحط لي فطور. كمال لها ساعة نايمة حضرتها. والله بدي آكل جعل. فائت وهلأ بتجي. تتذكر لما قلت لك آسيا رح ترجع لحالها على هالبيت؟ ايه رجعت، مو لعندي، رجعت تخدمك. وفوقها ما عم تخليني أدقرها، شغلتي انقهر وانتي بس أمرينا. شوف انت نار شاعلة وهي بارود،
اوعك تحمل هم، انت بتدبر حالك. انا هي؟ طلعي من راسي، مو ناقصك. آسيا! آسيا! نيفي، ممكن تاخدي هاي الكرتونة لأبوكي بس تروحي على الشركة؟ فيها شوية أغراض يمكن إجوا لعنا بالغلط، بلا ما يقوم لقيامي عليهم وضيق لي خلقي مشانهم. يعني شو فيها أغراض؟ ما بعرف، شغلات قديمة وشوية أغراض. شلون بدي آخذ له إياهم أمي؟ بتعرفي إنه ما بحكي معه بنوب لجوزك. أنت بتعطيهم لشي حدا وهن بيوصلوهم لأبوكي. أنت ما تاكلي هم، باخذ له إياهم. فيهم أكيد شغلات بتخصه بلا ما يضيعوا معناها. وأصلاً رح أروح مع نيفين على الشركة اليوم. إيه معقول، إجت بوقتها. نور؟ عم شوفك عم تيجي على الشركة كأنه عم بتداومي. قولي لنا مشان مين عم تيجي على الشركة لتشوفيكي اليوم؟ بابا نيفين خانو، مين رح يكون غيره برأيك؟ فهمنا، أنا ما حكيت غير هيك، ليش عصبتي فوراً؟ أمي بنت كرمال بابا كل يوم عم تطلع بحجة جديدة لتشوفه. خلينا نمشي هلأ. آه بالمناسبة، اليوم رح يجي جواد على الشركة، وبما أنك كمان حتروحي بتشوفي إله. موتيني من الضحك، عن جد نيفين أنت كمان بتضحكيني كتير. نيفين صح مثل ما قلتي، جواد ونور بيحبوا بعضهم؟ هيك مبين عليهم. اليوم أنت معي؟ بكل لحظة معك. تفضلي. معلم جمال، أنا شوي وبرجع.